الكرسي الثالثة. وصعوبة وأدوات التخطيط، وأن المتأخرات الضريبية قامت عليها ضرورة تغليظ العقوبات على التهرب الضريبي وتفعيل أدوات التخطيط. خمسة، الإسراع في دمج المؤسسات المستقلة وربطها بالوزارات المعنية للحد من الاستنزاف المالي وعدم التوسع في الإنفاق غير المبرر، وعلى الحكومة تقديم الخطط المتكاملة بهذا الخصوص وربطها ببرنامج زمني واضح، آخذين بعين الاعتبار أن تنفذ عمليات الدمج والإلغاء قبل إعداد مشروع الموازنة للعام القادم. توصية السادسة، دكتور بن من استخدام السيارات المرئية، التقت الناس وتطلعت آرائهم حول الصعوبات والمعاناة الموجودة، تطويري وتحسين البنية التحتية للحفاظ على البيئة والصحة والمساهمة في التنمية المستدامة. حلال النقل، أتوقع أن يبلغ الإنفاق في هذا القطاع المهم العامة مبلغ 201 مليون و 388 ألف دينار، وتشكل النفقات الرأسمالية الاستثمارية مديرة اللجنة الفاحصة مديرة النفقات الانفاق من موجود هذه النفقات عند حجز مبلغ 78.728 مليون بالحلف بالمية النفقات الجهازية، لا بد من وجود مخالفات موجودة طالما 1.15 بأدعاء في النفوذ لكن يسعى ونذكر بعض المشاريع المفاد القطاع مثل هذا انشاء سكة حديدية قانية المخالف موجودا الى القضاء تنظيم الضبط التنموني، محطة سكة حديد مناجم الرشيدية ومحطة اعادة التحميل في وادي ليتم مبلغ 26.5 مليون دينار، ومشروع دعم اجرة نقل الطلب نقل طلبة الجامعات والبنية التحتية للنقل مبلغ 10.395 مليون دينار، وتطوير ميناء النفط مبلغ 14.333 مليون دينار، بالطبع المتعددة مبلغ 3.5 مليون دينار، وانشاء ميناء للسفن السياحية مبلغ 4 مليون دينار، وتوسعة مطار الملك حسين الدولي العدرة مبلغ 3.225 مليون دينار. وتؤكد اللجنة المالية والاقتصادية لجلب المشاريع الكبرى وتحقيق المشاركة بين القطاعين العام والخاص بشكل فعال أكثر ديناميكية في العملية التنموية وتحريك مجال الاقتصاد الوطني بشكل كامل. قطاعي الصحة والتعليم، قدرت النفقات العامة لهذين القطاعين مبلغ 1704.72 مليون دينار، ومبلغ 319.85 مليون دينار من موازنات الوحدات المستقلة، وشكل الإنفاق الرأسمالي ما نسبته 14.10% من مجموع الإنفاق لهذين القطاعين العامة، وما نسبته 25% من مجموع الإنفاق لهذين القطاعين في موازنة الحكومية. وتركز نفقات هذين القطاعين